السلام عليكم بابا. وعليكم السلام دكتور. شو بخير؟ دكتور بس شوية صوتك يعني مثل الاكو. احاول اكون ظاهر، عندي مشكلة بس احاول هسه اضبطها. دكتور هسه واضح، هسه صار واضح ان شاء الله. شلونك ابو جاسم؟ كل زين دكتور، انت شلونك؟ والله الحمد لله بفضل الله. يلا نبدا شباب حتى بكت من تاخر. اي نعم دكتور نبدي. ادم قابليني بالجمعة، ايش عندكم وطلعوا؟ دكتور نحب الفيزيولوجي هواي. يلا يفيدك ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. إذا واضحة السلادات بابا. اي نعم دكتور واضحة. إن شاء الله. ما عندكم شيء باشر محمد؟ أو على حد؟ دكتور ما عندنا شيء. أقول لك الأحد عطلة لو شلون؟ يعني بالعادة الأحد مو دوام، الأحد عندنا الصبح امتحان تي بي ال أو تي بي ال. وبقية اليوم ما عندنا شيء. ما سمعت، يمكن عطلاكم ما اعرف ما شو بلي صراحة. دكتور عطله يا عطله الله وقتكم بشر، ان شاء الله بخير. انا الحكومه. ماشي بعد انه بصراحه. يلا نبدا نقول بسم الله. اليوم ان شاء الله راح نشعل فيميل ريبرودكتيف فيزيولوجي. من نطول ان شاء الله، بكت نختصر حتى ما ناخركم. مثل ما كان عندنا الفانكشنز اوف ذا تيستس بالميل ريبرودكتيف سيستم، ادي الفانكشنز اوف ذا اوفري تقريبا سيميلر. كذلك الفورميشن اوف السكس هرمونز اللي هي الفانكشن نسميها ستيرويدوجينيسيس، الميجر هرمونز هو الاستروجين والبروجسترون. ومثل ما كان عندي سبيرماتوجينيسيس اكو هنا عندي اوجينيسيس او اوجينيسيس. الفرق اللي واضح جدا بين العمليتين بين السبيرماتوجينيسيس والاوجينيسيس، اذا تتذكرون السبيرماتوجينيسيس كان تكون ات بيوبرتي، يعني تجي الاوغونيوم دورمنت نايمه خاتله بالتستس الى حد ما يوصل لفتره 12 13 سنه at the onset of puberty، يلا يبلش سبيرماتوجينيسيس. هنا لا، اختلفت الامور. الاوجينيسيس يبلش اثناء ما تكون الفيميل فيتس within the uterus، يعني بعد فيتس راح يبلش الاوجينيسيس. فنقدر نقسمه الى مرحلتين، مرحله at the embryonic stage inside the womb، والثانية at the onset of puberty اللي راح يبلش من بداية البلوغ ويستمر إلى حد يعني طول الـ reproductive life، يعني ينتهي ويا المينوبوز ويا انتهاء الطمث. راح ناخذ الستيج الأول اللي هو الأوجينيسيس during the embryonic period. هذا يبلش تقريبا بالأسبوع السادس من embryonic life. إذا تشوفون المخطط هنا بكل بساطة راح يبلش شو ما كان عندي هناك البريموديال جيم سيلز الموجوده بالسبيرماتوجينيسيس، نفس الشيء اكو عندي جيم سيلز نسميها بريموديال جيم سيلز، هذه راح تصير فيها ديفرنشيشن وتتحول المن الى اوغونيا. الاوغونيا نفسها راح تصير بها ديفرنشيشن وراح تتحول الى ما يسمى بالبرايمري اووسايت، تحولت من اوغونيوم الى برايمري اووسايت. طبعا ديفرنشيشن تعرفون ديفرنشيشن معناته السيتوبلازم راح يختلف، الفيتشر راح تختلف، بس سموير اذا لقيت راقبتهم بالمجهر ما راح تميز ذاك الفرق الواضح، لان هي فروقات بسيطه. الاوغونيوم نفسها تقدر تسوي تعيد نفسها بالميتوتيك ديفيجن، يعني جزء من عندها راح يسوي ميتوسيس حتى يعيد توليد نفسه، وجزء من عنده راح يسوي ديفرنشيشن حتى يتحول الى برايمري اوسايت. من وصلنا للبرايمري اوسايت راح تبلش هنا تدخل بمن بالميوتيك ديفيجن، وتعرفون الميوتيك ديفيجن بي تو ستيجز او تو فيزز، فيرست ميوتيك ديفيجن والسكند ميوتيك ديفيجن، وكل واحد بي فيزز مالته، لان فيز وتيلو فيز برو فيز وميتا فيز. الفكره وين؟ اول ما طبعا هسه انا كله داش وين؟ within the uterus داش during the embryonic period. بريموديال جيم سيل تحولت الى اوغونيوم، الاوغونيوم تحولت الى برايمري اوسايت. البرايمري اوسايت دخلت بالفيرست ميوتيك ديفيجن بس ما راح تكمل، بس توصل بالبروفيز راح تتوقف هنا بالديبلوتين ستيج، اذا ما اخذيها بالامبريولوجي تتوقف بالديبلوتين ستيج وراح تبقى خامله بهالمرحله الى حد بعد الولاده ولا حد ما توصل مرحله البلوغ تيل بيوبرتي. بهالمرحله هذه يعني تقريبا انا واصل هنا راح تجي في الطبقه
واحدة من الخلايا المسطحة فد فلات سيلز، فلات فوليكولر سيلز، تحيطها فتحولت من برايمري اوسايت الى بريموديال فوليكل. فالبريموديال فوليكل كونتنت مالتها اساسا تحتوي على شنو؟ على برايمري اوسايت. اذا بلشنا من امبريونيك، من البريموديال جيم سيلز الى اوغونيوم الى برايمري اوسايت، وتوقفت بي من البروفيز مالت الفيرست ميوتيك ديفيجن. راح تيجي الطفله للدنيا، من اجتي معنات الاوفري شنو موجود بيه؟ موجود البرايمري فوليكلز اللي تحتوي على البرايمري اوسايت. الى حد مرحله البلوغ راح تبلش المرحله الثانيه at the age of 12 تقريبا من 9 ل 14 حسب الكانتري حسب التمبريت، بس كمعدل 12 ل 13 سنه راح يبلش يشتغل منو؟ الانتيريور بيتويتري. من اشتغلت حالها حال الميل، من اشتغلت الانتيريور بيتويتري راح تعطيني فوليكل ستيميليتنج هرمون، وركز على الاسم فوليكل ستيميليتنج هرمون. قبل شوي كنا نقول اكو عندي بريموديال فوليكل اللي راح يشتغل عليه هسه الاف اس اتش، وكذلك ال اتش اللي هو اليوتينايزنج هرمون، تعرفون ذي المختصرات. هذني ايش راح يسوون؟ هذني راح يرجعن يشتغلن عن يمن. هنا طبعا صار بيوبرتي، بلش الاف اس اتش دي يشتغل. من بلش يشتغل اف اس اتش راح يحول اياها من برايمري او اس سايت الى سكندري او اس سايت، تمام؟ هنا هسه وين دا احكي بعد البلوغ، من بلش يشتغل منه الاف اس اتش والال اتش، يعني هنا من هاي المرحله وفما فوق، هنا دا اشتغل بلش الاف اس اتش يشتغل بالدرجه الاساس واللوتينازنج هرمون فحولها من البرايمري للسكندري. طبعا من حولت من برايمري الى سكندري اللي صار شنو؟ كملت الميوتيك ديفيجن 1 كانت خاتله بالبروفيز، وكملت الفيرست ميوتيك ديفيجن ودخلت بالميوتيك ديفيجن الثاني، ومع ذلك هم توقفت بمرحله معينه. منو هاي المرحله مالتها؟ من راح تنقسم؟ تنقسم الى اثنين، سكندري او اسات مثل ما حكينا، وتعطيني بولر بادي. السكندري او اسات دخلت بالميوسيس 2 وراح تتوقف بالميتا فيز، ات ويل بي ارستد ان ذا ميتا فيز. هذه ليش وقت الحد الفيرتلايزيشن، يعني اذا صار التبويض وطلعت البويضه من الاوفري راح تطلع بمرحله السكندري او اسات. اذا صار اخصاب راح تكمل، لان يعني هي خاتله كانت بالميتافيز راح تكمل الميوتيك ديفيجن 2 تتحول الى الاوفم. اذا ما صار لا راح تطلع ويا المنسز مثل ما شارحيها هنا. ات اوفيليشن بالتبويض السكندري اوسايت، ركز عليها هنا، راح تطلع وتضير ريليست وراح تعبر عن طريق قنوات فالوب تدخل بالاوفيداكت. هنا عند احتمالين، اذا كان موجود قبلها سبيرم موجود هناك بالاوفيداكت فراح وصار فيرتيلايزيشن وهي كانت خاتله بالميوسيس 2 بالميتافيز، راح تكمل تطلع من الميتافيز وتكمل ميوتيك ديفيجن 2 وراح تتحول الى تسوي في السكند ميوتيك ديفيجن وتعطيني السكند بولر بادي وتعطيني فيرتيلايزد اوفم. الفيرتيلايزد اوفم صار عندها 46 كروموسوم، 23 هي اساسا بيها ماتيرنال اوريجن و23 جنب من السبيرم اللي هي باترنال اوريجن. وتعرفون البولر بادي هذا الثاني، لانه الميوتيك ديفيجن يسوي له عمليه ما نسميها بالان ايكوال سايتوكينيسيس، يعني لما تنقسم الخلايا السايتوبلازم مو مثل الميتوسيس يروح 50% هنا 50% هنا، لا اكو خليه راح تاخذ الميجر شير اوف ذا سايتوبلازم وخليه راح تاخذ جزء بسيط او لا يكاد يذكر من السايتوبلازم، هاي الصغيره نسميها بولر بادي. اذا ما صار فيرتلايزيشن، موجوده السبيرم او ما موجوده، يعني موجوده ما صار فيرتلايزيشن، السكندري اوسايت راح تطلع ويا من؟ ويا المنسز ويا الطمث. اذا جاك سؤال the type of oocyte that will be shed with menses is، ومعدد مطيك اختيارات primordial primary oocyte secondary oocyte او مثلا mature ovum، لا تختار انه شنو السكندري oocyte. واضحه ان شاء الله هذه؟ شنو الفرق اللي دا يصير بين السبرماتوجينيسيس والاوجينيسيس؟ السبرماتوجينيسيس ان بويز راح تبلش ات بيوبرتي، لان قلنا السبرماتوجونيوم خاتله بالتستس، الى حد ما يصير بيوبرتي يلا تبلش السبرماتوجينيسيس. اما الاوجينيسيس لا، مثل ما جينا قبل شويه تبلش حتى بالامبريونيك لايف. هذا الفرق الاول. كل الستيجز مات السبرماتوجينيسيس من اوغونيوم لحد السبرماتوسايت برايمري وسكندري وصارت سبرماتيد
وتحولت الى سبرماتازوا. هذه كلها صارت بالسيمينيفرس تيبيولز الموجوده بالتستس، يعني سنجل لوكيشن. اما اذا انتبهتوا على في شيء بالاوجينيسز، لا اكو ستيجز صارت مو بس بالعفو بالاوفري، اكو ستيجز صارت ورا ما صار الاوفيليشن. اوكي، يعني جزء بالاوفري جزء بالاوفيداكت، فاذا هي مو حصريا اكسكلوسيفلي بيصير بالاوفري. السبرماتوجينيسيس كونتينوس بروسيس، تستمر من البيوبرتي وتستمر ثرو اوت ذا لايف، ما راح تتوقف. اما الاوجينيسيس لا، اوجينيسيس ديس كونتينوس بروسيس، تبلش بالبيوبرتي وتنتهي ويا المينوبوز. هذا الفرق الثالث. السبرماتوجينيسيس ما نشوف بها السيتوكينيسيس مالتها يكون دائما ايكوال ايكوال سيتوكينيسيس، حتى يعطيني فور هابلويد سبيرمز. كل بالنهايه ينتهي ميوتيك 1 وميوتيك ديفيجن 2 راح ينتهي بايكوال سيتوكينيسيس وراح يعطيني فور هابلويد سبيرمز. تعرفون هابلويد يعني 23 او 1 ان بالضبط. اما الاوجينيسيس لا، راح يصير بها ان ايكوال سيتوكينيسيس، سواء بالميوتيك 1 راح يعطيني برايمري اوسايت والفيرست بولر بادي العفو، والسكند والميوتيك ديفيجن 2 راح يعطيني السكندري اوسايت والسكند بولر بادي. الفرق الاخر انه طبعا تعرفون السبرماتوجينيسيس تنتهي بتكوين موتال جاميتس، اما الاوجينيسيس لا، نان موتال جاميتس. بالسبرماتوجينيسيس مليونز اند مليونز اوف سبيرمز ار برودوس كل يوم افري داي، اما بالاوجينيسيس لا، وان اوفم از ريليس بير مانث، بويضه واحده بالشهر. طبعا على الاغلب اكو حالات توأم ما توأم يصير، بس عندي احشاء الاغلب الاعم. هاي الفروقات اللي رئيسيه بين السبرماتوجينيسيس والاوجينيسيس. هذا الشكل يوضح هذا الشيء. تشوفون مثلا بالبري نيتال بيريد لما كان بعد امبريو، السبرماتوجونيوم مالت الميل باقيه بحالها، ما عندك مشكله. لحد ما صار البيث هي سبرماتوجونيوم، لحد ما وصل الى البيوبرتي مثل ما تشوفون هذا اللاين، بلشت تدخل بيما بالسبرماتوجينيك بروسيس وصار الميتوسيس وميوسيس 1 و2 الى حد ما انتهى بالفورميشن اوف فور سبيرمز. اما بالاوجينيسيس لا، اثناء الامبريونيك بيريد صار بها ديفرنشيشن وتحولت الى برايمري اوسايت. برايمري من وصلنا للبيوبرتي، يعني من اجت للدنيا هي كل الاوفري بها برايمري اوسايتس. من اجى الاونست اوف بيوبرتي بالفيميل راح تبلش برايمري اوسايت، دخلت قبل بالميوتيك ديفيجن 1 وقلنا توقفت بالبروفيز وطتني بولر بادي وسكندري اوسايت. سكندري اوسايت بلشت تطورت الى حد ما صار كملت دخلت بالميوسيس 2 وظلت بالميتافيز وصار اوفيليشن، بس هي بمن خات لبعدي بالميتافيز. من صار اوفيليشن اذا اكو سبيرم سوت لها فيرتلايزيشن راح تكمل الميوسيس 2 وتنقسم هسه الانقسام الميوتيك الثاني اللي يعطيني فيرتلايزد اوفم والسكند بولر بادي. فهذه الفروقات الواضحه او الرئيسيه بين السبرماتوجينيسيس والاوجينيسيس. اذا اكو سؤال بابا لو استمر. اذا استمر يا الله. كملنا الاوجينيسيس، راح نحكي على ما يسمى بالمنسترول سايكل. المنسترول سايكل هاي كلمة هيومن شيلوها بصراحة، يمكن ما أخذها من موقع بيولوجي الظاهر، هو على الفيميل قبل نحكي. الفيميلز عندهم سايكليكال تشينجز بابا، تصير كل شهر بيريودك تشينجز تصير ان ديفرنت بارتس اوف ذا بودي، بس اللي نوتبل وين اكثر شيء نلاحظها؟ ات ذا ليفل اوف ريبرودكتيف سيستم نفسه، يعني وين القاهم؟ القاهم بالاوفري والقاهم باليوترس. تصير بغير مكانات؟ اي تصير، تصير بالبريست سايكليكال تشينجز، هذا كل شهر تصير. تصير بالسيرفكس عنق رحم هم تصير هاي سايكليكال تشينجز. فبكل مكان بتصير، بس احنا اللي نحكي من ناحيه الريبرودكتيف فيزيولوجي راح اركز على اثنين. شنو التغيرات الشهريه اللي تصير على مستوى الاوفري نسميها اوفيريان سايكل، وشنو التغيرات اللي تصير على مستوى اليوترس نسميها يوتراين سايكل. وكل واحده تقريبا نشوف شو يصير بالهرمون، هرمون الليفل شنو دا يصعد شنو دا ينزل. فراح نحكي بالبدايه على الاوفيريان سايكل. التعريف مالته هي المانثلي سايكل اللي دا يصير بالاوفريز، بالنهايه التيميتلي ريزلتنج ان وات ا ريليس اوف ان اوفم، هذا على الاغلب العام سام تايمز مور ذان وان اوفم،
وطبعا انا هسه احكي عن نورمال الفاست ماجوريتي، بس اوفري واحد يعطي اوفم لو اليمين لو اليسار. اوكي، ايش قد الديوريشن مالت الاوفيريان سايكل او هي المنسترال سايكل ان جنرال؟ تاخذ 28 يوم كمعدل، من 20 الى 48، اذا قلت بها مشاكل اذا زادت بها مشاكل. الاوفيريان سايكل راح اقسمها الى ثلاث اطوار، 3 فيزز، اللي فاصل بيناتهم منه والتبويض الاوفيوليشن، فاقسمه الى طور قبل التبويض اسميه بري اوفيلاتري فيز، وطور بعد التبويض بوست اوفيلاتري فيز. دا تشوفون هذا الدايجرام بابا، هذا الاوفري، دا تشوفون تبلش مثل ما حكينا بالاوجن جينيسيس، ذا بريبونديال فوليكل بلشت تتطور الى حد ما وصلت صارت يعني البرايمري فوليكل، سكندري فوليكل، تيرشري فوليكل او الجريفين فوليكل، هاي الاسماء بالاستولوجي عندكم. وراها صار الاوفيليشن، صار رابتشر بالفوليكل وطلعت بس الاوفم. تمام، شنو طلعت هسه هاي الاوفم؟ هاي سكندري اوسايت. تمام، هذا الاوفيليشن شطرها الى تو ثري فيزز، واحد قبل التبويض واحد بعد التبويض. فراح نحشي بالبدايه على البري اوفيليتري فيز اللي هو الفوليكولار فيز. الفوليكولار فيز يا شباب يبلش من يوم الاول، يوم واحد الى حد يوم 13. من المسؤول عنه بالدرجه الاساس؟ مسؤول عنه الهرمون الفوليكل ستيميليتنج هرمون، خاصه بالمنتصف الاول يعني اول اسبوع من هذه الفتره. النصف الثاني يدخل ال اتش بالموضوع. الاف اس اتش راح يسوي كل شهر راح يلتمن 10 الى 15 وبعض الاحيان حتى 20 الى 25. الفكره انه راح يلتم 10 الى 15 فوليكلز، من يا فوليكلز ذني بريموديال اللي خاتلات، راح يبلش ان يكبر ديفلوبمنت يصير بيهم. هذه العمليه نسميها الاستدعاء ريكروتمنت، كل شهر يتم استدعاء 10 الى 15 فوليكل. يا بشنو انتم شوكم؟ راح تطلعون من الدورمنسي مالتكم وتدخلون بالديفلوبمنت حتى تعطون ايج، سنجل ايج. من ضمن ال 10 الى 15 وحده، بس وحده راح توصل للفول ماتشوريشن، والبقيه they will die they will get atrophied، راح ويعني يضمحلن. هاي العمليه اللي اخذت وحده من ال 15 سميناها سلكشن، وهاي الوحده اللي تطورت سميناها الدوميننس. اذا تبدا العمليه بمن؟ بالريكروتمنت، استدعي خلينا نقول في ال 15 فوليكل، وحده من عندهن فقط راح تكبر وتصير هي المسيطره، فصار سلكشن اند دوميننس. وشنو الميكانيزم مال سلكشن اند دوميننس؟ هذا ريكروتمنت مثل تشوفون بابا، هذا الحط الخط الفاصل يعني يمثل بدايه الفيز اللي هو من دي 0 الى دي 14 او 13 العفو. تشوفون اكو عندي ديفرنت تايبس وكاونتلس نمبر اوف بريموديال فوليكلز. بلشت البيوبرتي صار عندي شنو هسه؟ انتبه على الاف اس اتش بابا. ايش دا يصير بالاف اس اتش؟ دا يبلش يصعد. ليش دا يصعد الاف اس اتش؟ لان هو بلساتايل نبضي، كل شهر يبلش يصعد مثل التايمر بي. من راح يبلش يصعد الاف اس اتش يا شباب؟ الاف اس اتش راح يجي عليهم ذني كلهن يحفزهن، بس اكو فرق. اكو وحده من دول ال 15 اللي اختاريناهم هسه، وحده فقط عندها ريسبترات للاف اس اتش اكثر من غيرها. تمام؟ زين، اذا قلت لك الاف اس اتش اذا اجى على هالريسبترات اللي موجوده خاصه على الجرانيلوزا سيل، جرانيلوزا طبقه من الخلايا تحيط الفوليكل وعندها هرمونال اكتيفيتي، اذا اجى عليها الاف اس اتش راح يخليها يحفزها حتى تعطي هرمون الاستروجين. تمام؟ فالاف اس اتش دي يزداد شويه شويه، فمن اللي راح تكبر اول وحده، اكبر وحده او اكثر وحده عندها مستقبلات اف اس اتش عن البقيه، فراح هي تكبر. من كبرت واشتغل عليها الاف اس اتش ايش راح تعطي؟ راح تعطي استروجين. الاستروجين يسوي نيجاتيف فيدباك، تعرفون النيجاتيف فيدباك، راح يرجع يشتغل على الانتيريور بيتويتري. من هو؟ الاستروجين. مين دي يجي هذا الاستروجين؟ من هذا السيلز الجرانيلوزا سيل مالت الجراوينج فوليكل.
هذه يشتغل عليها الاف اس اتش، هي نفسها تعطي استروجين يرجع مره ثانيه على الانتيريور بيتويتري يسوي النيجاتيف فيدباك، فالاف اس اتش راح يبلش يقل شويه شويه. تمام؟ اللي صار شنو؟ هذه صارت سيلف سفيشنت، مكتفيه ذاتيا، حتى لو نزل الاف اس اتش هي اوريدي جرون، كبرت. بينما البقيه اتاخروا عنها، فلما يقل الاف اس اتش وهن ما وصلوا مرحله الماتشوريتي they will all get die. هذا يفسر الميكانيزم انه ليش يصير سلكشن اوف واحده بس اللي هي الدوميننت. اعيدها بسرعه، انه هذه الدوميننت هي اللي عندها ريسبتورات اكثر للاف اس اتش. اف اس اتش راح يشتغل عليها فيحفز انتاج الاستروجين، استروجين راح يسوي نيجاتيف فيدباك اما للاف اس اتش، يتوقف الاف اس اتش مثل ما تشوفون، فكل البقيه راح they will get atrophied وهذه تستمر بالنمو. تمام بابا؟ واضحه ان شاء الله. وصلنا يوم ال 14 اختارينا الفوليكول كبرت لحد ما وصلنا داي 14 اللي راح يصير كالاتي. كل ما تكبر هذه الفوليكول راح تعطيني استروجين اكثر واكثر واكثر، لانه مور فوليكولار سيلز الاكتيفيتي الهرمونال اكتيفيتي تزداد، فراح تعطيني انتاج استروجين اكثر. هنا اللعبه اللي راح يصير كالاتي، هذا الاستروجين اللي قبل شويه قلنا يسوي نيجاتيف فيدباك ايش راح يسوي؟ راح يرجع يشتغل مره ثانيه على الانتيريور بيتويتري ويصير بوزيتيف. يعني هذا اليوم اللي حول يوم 14 راح يتحول من نيجاتيف فيدباك الى بوزيتيف فيدباك. من صار بوزيتيف فيدباك راح يسوي لي سادن ريز بالهرمون اللي اسمه اللوتينازينج هرمون، بحيث هذا السادن ريز نسميها طفره او قفزه او السيرج. هذا ساعات قبل التبويض عن طريق يا ميكانيزم عن طريق البوزيتيف فيدباك ميكانيزم. تمام؟ الال اتش من راح يجي ايش راح يسوي؟ راح يحفز الخلايا الجرانيلوزا سيل حتى التيكا سيلز، راح يشتغل شو يسوي؟ طبعا يصعد وياه كذلك من الاف اس اتش، بس الصعده مالت الال اتش اعلى بهوايه من الاف اس اتش. بس انتبه الال اتش ايش راح يسوي؟ يجي الال اتش على الفوليكل، يروح على الجرانيلوزا سيل يخليها سكريت فلويد، فراح تعطي فلويد اكثر واكثر، فراح يصير داخلها التجويف انترم. هذا التجويف والفلويد كل ما يصير اكثر كل ما يسوي ستريتش للوول مالتها، الى حد ما نوصل في المرحله راح ينفجر the follicle get ruptured. هذا الرابتشر راح يصير ريليس اوف اوفن كالاتي. بابا انتبه علي، بلشت هسه هذا تشوفون هذا الاعداد الارقام، هذا الدي اوف ذا سايكل بلش من يوم واحد، او حتى نقدر نقول من يوم زيرو الى حد يوم 14. هذه الايام ال 13 الاولى كان الفوليكولر فيز، فوليكولر فيز اللي كان من المسؤول عنه بالدرجه الاولى الاف اس اتش اللي هو هذا، هسه دا ماشي الماوس عليه اف اس اتش. انتبهتوا الاف اس اتش شلون يزيد؟ الاف اس اتش من اشتغل رجع نزل مره ثانيه، ليش؟ لانه قلنا الاستروجين سوى له نيجاتيف فيدباك، واللي نزل وياه من هو الال اتش. بس اليوم اللي حول يوم 14 اراوند ات، هسه قد يكون قبله بساعات قد يكون بعده بساعات، يوم 15 ماكو مشكله، بس الفكره بهذه الساعات مال يوم 14 الاستروجين راح يسوي بوزيتيف فيدباك. شوف الاستروجين لما كان يصعد، بابا لما كان يصعد الاستروجين الاف اس اتش ايش يصير بيه؟ دي ينزل لانه كان نيجاتيف فيدباك. لحد ما وصل ليفل اوف استروجين عالي جدا بلشت انعكست الاستجابه مال الانتيريور بيتويتري من نيجاتيف الى بوزيتيف. من وصل هالمستوى حفز انتاج الال اتش والاف اس اتش، بس الزياده بالال اتش جدا اعلى من الاف اس اتش. الال اتش ايش راح يسوي؟ راح يزود انتاج الفلويد وذين ذا انترم، هذا التجويف مال الفوليكل، هذه انترم نسميه لان هي من تبلش تتطور من البريموديال فوليكل تصير برايمري سكندري تيرشري، يبلش هذا نسميه الانترم، فيزود انتاج الفلويد هنا، البريشر يزداد فيضغط على الوول يسوي رابتشر، فراح تطلع الاوفم. من طلعت الاوفم هذا سميناه اوفيليشن اللي دي يصير اراوند داي 14. وراها راح نبلش بالستيج الثانيه اللي هي البوست اوفيلاتري فيز اللي بعد التبويض اللي نسميها لوتيال فيز. اللوتيال قبل ما نشعل اللوتيال فيز اللي صار كالاتي بابا. شو انت مره تقول لنا الاستروجين يثبط
الاف اس اتش وما رايح على الاف اس اتش اي. هذا اللي دي يصير تغيير الاستجابه من الانتيرير بيتويتري الغده النخاميه فوق، مره تستجيب بشكل نيجاتيف للاستروجين، كل ما اشوف استروجين اجاها اكثر كل ما يتقلل انتاج الاف اس اتش، ومره لا تقلب تتحول الى بوزيتيف. فهذا نسميه دي استروجين بوزيتيف سايكل او اند استروجين نيجاتيف سايكل. بالعموم هو يشتغل الاستروجين نيجاتيف على الجونادوتروبين. يعني شلون؟ اذا تلاحظ هذا الفوليكولر فيز يعني اول 13 يوم قبل التبويض، هنا ميد سايكل اللي هو مرحله الاوفيليشن لانه صاير بنص الدوره، فيسموها ميد سايكل. وعلى فكره مرات الميد سايكل بين اذا سامعين بيه او ما يسمى ميتل شميتس بالالمانيه، هيك الميد سايكل بين يصير ات ذا اوفيليشن، فمعناته منتصف السايكل يصير، وراه يجيني اللوتيال فيز. انتبه ايش يصير، هاي الهايبوثالامس وهنا الانتيريور بيتويتري وجوا الاوفري. هسه دا احكي بالفوليكولر فيز، شوف الانتيريور بيتويتري تعطيني جونادوتروبين دي يحفز من الاوفري حتى يعطيني استروجين اللي هو هنا مكتوب استرادايول اللي هو الدوميننت فورم مال الاستروجين. هذا ايش راح يسوي؟ راح يسوي نيجاتيف فيدباك الما للانتيريور بيتويتري فراح يقلل الجونادوتروبين. هذا وين فادني؟ فادني بالسلكشن ريكروتمنت سلكشن ودوميننس. من وصلت مرحله التبويض لا اختلفت الامور، هنا كان يسوي نيجاتيف سبريشن هسه صار هنا شو يسوي؟ بوزيتيف اكتيفيشن. انتيريك بتويتر تعطي شنو؟ اف اس اتش وال اتش يشتغل على الاوفري يعطيني استروجين اعطاني بوزيتيف، فصار عندي بوزيتيف لوب بوزيتيف فيدباك. البوزيتيف فيدباك تستمر ايش وقت؟ الى حد ما يصير الاوفيليشن. من يصير رابتشر، من صار الاوفيليشن رجعت الريسبونس صارت نيجاتيف. انتبه بابا الانتيريا بيتويتري قام من يجيها البروجسترون يسوي لها نيجاتيف انهبيشن، وهاي هم جدا مهمه، هاي جدا مهمه. من يقدر يقول لي ليش بروجسترون هنا بلش يشتغل كنيجاتيف؟ شنو مصلحتي؟ شوفوا بابا انا بالبدايه بلشت اسوي نيجاتيف سبريشن للانتيريا بيتويتري حتى اول ما اسوي ما يسمى بالدوميننس، عرفتوا الدوميننس؟ وهنا سويته بوزيتيف حتى اضمن يصير افيليشن. هنا ليش رجعت نيجاتيف؟ دكتور لان انا تكونت عندي فوليكلز يعني عاشت عندي ايدك اوفيليشن واحد فما احتاج بعد ابل. عاشت ايدك حتى اضمن انه ما يصير فيذر افيليشن وما يصير فيذر ريكروتمنت ودوميننس. لذلك منو يعرف شنو المشكله اذا صار عندي ماكو ريسبونس ما صار افيليشن؟ شو تتوقعون شنو المشكله عند الحامل عند المراه يصير اذا ما صار افيليشن؟ معناتها ماكو بروجستيرون، ما راح تكون عندي اللوتيا كوربوس لوتيوم، فماكو بروجستيرون، حيظل عندي بوزيتيف فيدباك. بوزيتيف فيدباك، فشو يصير بالبوزيتيف؟ ال ال اتش وين يشتغل هسه؟ يشتغل على الفلويد مال من اللي موجود داخل الفوليكل. صح ولا لا؟ بس ماكو اوفيليشن. نعم، فممكن يصير عندي فوليكيولار سيست؟ عافيه. صار عندك هذا اوفيريان سيست اصلا، هي اوفيريان سيست صارت. نعم. لذلك هاي واحدة من الامور انه واحدة من علاجات الاوفيرين سيست اذا ما وصلنا مرحله التداخل الجراحي يعطون في شيء يسوي اندكشن اوف اوفيوليشن. وصلت الفكره بابا؟ راح احكي على الفيز الثالث هو البوست اوفيوليتري اللي هو اللوتيال فيز اللي من يوم 15 لحد يوم 28 نهايه الدوره. ليش سميناه لوتيوم؟ سببين، اولا لانه راح يصير تكوين الكوربس لوتيوم بي، ولانه هو اساسا تحت سيطره اللوتينازينج هرمون. هسه انتبهتوا على شيء؟ الاف اس اتش يشتغل على الفيز الاول، ال اتش يشتغل على الفيز الثالث، باعتبار انفيليشن احنا حاسبين فيز. كالاتي بابا، صار الديفلوبمنت، صار الاوفيليشن، من صار الاوفيليشن هذا الفوليكل اللي ريميند راح يصير بها هيموراج وراح يصير بها جنريشن اوف نيو تيشو، فبالبدايه تتحول الى كوربس هم هيموراجيكم لانه بي بلاد. بعدين لوتيال سيلز راح تتكاثر تحت تاثير هرمون ال ال اتش وتتحول الى الكوربس لوتيوم. الكوربس لوتيوم ايش قد تاخذ وقت هذه؟ هذه المميز بها المرحله هذه لوتيال فيز المميز بها انه ثابت الطول مالتها ديوريشن تاخذ 14 يوم. يعني شنو؟ اذا فيميل عندها الديوريشن مالت السايكل مالتها كلها 28 فانت تقدر تحلف انه 14 يوم الاخيره هذه ثابته. زي اذا صارت 36 اي ال 14 يوم الاخيره ثابته، الفرق ده يصير بالفوليكولار. عرفت قصدي؟
يعني بالحاله الاولى الفوليكيا 14 والثانيه 14 صارت 28. زين اذا صار 36 ايش قد صار زياده بالله؟ يمكن 8 ايام، معناته الفوليكيا صار ايش قد؟ 14 ضيف عليه 8 صار عندك 22 يوم، بينما اللوتيل صار بقى 14. اللي دا وصل لك النقطه شنو؟ انه اللوتيل فيز ثابت 14 يوم يصير. اللي بعد الافيليشن مثل ما اتفقنا راح يصير تكوين الكوربس لوتيوم اللي هو هذا راح يبلش انتاج، راح يبلش هنا عندي ستيرويدوجينيسيس لانه راح يعطيني استروجين والبروجسترون او يتعزز الاستيرويدوجينيسيس، لان الاستروجين كان مبلش من هالمراحل. بس اكو هسه فرق صار البسيط شنو؟ نقول الفوليكيولر فيز مسؤول عن الاف اس اتش بالدرجه الاولى ويعطيني هرمون الاستروجين بالدرجه الاولى. بعد الافيليشن شنو صار عندي؟ اللوتيال فيز، لوتيال فيز مسؤول عن ال اتش بالدرجه الاساس وينتج البروجسترون بالدرجه الاولى. واضح ان شاء الله؟ صار الكوربس لوتيوم، اوكي بالنهايه شو يصير؟ يا شباب الكوربس لوتيوم شنو شغلته؟ واحد جاوبني يعطي استروجين بروجسترون. تمام؟ الاستروجين والبروجسترون اثنيناتهم راح يسوون نيجاتيف فيدباك انهبيشن لمن؟ للانتيريك بتويتر. زين الكوربس لوتيوم شنو يحتاج حتى يعيش؟ اتش سي جي. مين يجي الاتش سي جي؟ اذا كانت عندنا مثلا باسنت او تروفو بلاست. يعني اذا ما عندي اتش سي جي او تروفو بلاست مين يجي الاتش سي جي؟ ما عندي اتش سي جي. هيومن كاريونيك جنادوسكوبي ما عندي. اذا مين دي يعيش؟ شلون دي يعيش؟ منو؟ ال اتش. ال اتش. زين انت هو نفسه هذا الاستاذ اللي هو كوربس لوتيوم دي يعطي بروجسترون اللي دي يصعد على ال ال اتش ويسوي له نيجاتيف انهبيشن، فال اتش يقل او يزداد ابو جاسم؟ يقل. وزين لما تستمر السايكل ايش راح يصير؟ يصير بيأتروفي وموت. بالضبط. اذا كتم نفسه بنفسه اللي تقريبا هذا تاخذ يوم 10 الى 12 يوم بعد الاوفيليشن ويتوقف الكاربس لوتيوم. بس اذا كانت هذه الاوفم طلعت ولقيتها سبيرم وسويت لها فيرتلايزيشن وبلشت تنقسم تنقسم الى حد ما سوت لي سنسيشيو تروفوبلاست، هاي ايش راح تسوي؟ راح تعطي هيومن كوريونيك جونادوتروبين. خلي خط جوا كلمه جونادوتروبين. فلما هذا يوصل الى مرحله يثبط ال اتش اللي هو الجونادوتروبين اللي جايني من فوق من بيتويتري قبل ما يموت، هذا راح يعطي اتش سي جي اللي راح كيب هيم رانينج، راح يخليه عايش. ايش قد يخليه عايش؟ شهرين الى ثلاث اشهر او حتى لو اربع اشهر. ليش شهرين ثلاث اشهر؟ لحد ما يصير البلاسنتا فولي ديفلوبت بعد ما احتاج هذا اللوتيوم. ليش؟ هو كان يعطيني استروجين بروجسترون، اذا جت البلاسنتا بعد ما احتاجه. وصلت الفكره؟ اي نعم دكتور. تمام، هذا المخطط تقريبا يوضح هذا الشيء، يعني اخذناه من النت باللحظات الاخيره. الكوربس لوتيوم اذا كان اكو العفو ماكو بريجننسي، فالال اتش هو المسؤول عن يمن؟ عن الـ يعني انه مينتنس مالت الكوربس لوتيوم، بس قام يقل الال اتش لانه كل ما الال اتش يشتغل يعطيني بروجسترون اكثر، بروجسترون يجي يسوي له نيجاتيف الى حد ما وصل مرحله توقف الال اتش فيتوفى. يعني الكوربس لوتيوم راح يتحول الى كوربس البيكم اللي تقريبا من 10 ل 18 يوم، بس كمعدل 12 يوم راح تطول بعد الافيليشن. اذا صار بريجننسي يا شباب اوكي ما اريد ال اتش ما احتاج لانه راح يجي الات سي جي اللي هو كيميكلي سيميلر تو ذا لوتينازنج هرمون، فراح يبقي هذا مستمر بس تحول من كوربس لوتيوم صار كوربس لوتيوم جرافيدارم او يعني اوف جستيشن، كوربس لوتيوم اوف بريجننسي. تمام، هذا يستمر الى كم شهر الى حد ما البلاسنتا تكبر. من كبرت البلاسنتا هي راح تعطيني بعد الاستروجين والبروجسترون اللي احتاجهم، هذا بعد ما احتاجه فيصير بي اتروفي. كملنا الاوفرين سايكل، ندخل على اليوتيران سايكل اللي هي سايكليكال تشينجز اللي تصير وين؟ بالاندوميتريوم. دا احكي فقط الاندوميتريوم، انقسمها الى ثلاث مراحل رئيسيه، طبعا هن متداخلات ويا الاوفري اوفرين سايكل. الاولى نسميها منسترول فيز، بعدين يجي بروليفراتيف فيز مثل ما تشوفون هنا بروليفراتيف فيز، بعدين يجي عندي السكريتري فيز. فهي نقدر نرتبهم كالاتي: بروليفراتيف بالبدايه، بروليفريشن يصير، بعدين يصير سكريشن، بعدين يصير منسز، اجيهم واحد واحد.
بالبدايه راح نبلش بمن؟ بالبروليفيراتيف فيز. هذا يبلش وين؟ من دي خمسه تو اوفيليشن لا اوف ذا سايكل، عفوا هذا ما عليك بيه، هذا انا غلطان بيه ترى صححه، هذا من دي 5 اوف ذا سايكل. شوفوا ركز لي هنا بابا، هسه هنا راح ابلش هذا الدي 1 الى دي 28، فراح نبلش مين؟ ما عليك بالاول خمس ايام مال منسترال فيز مال السايكل قبله، انا راح ابلش منه دا احكي. اوكي؟ من دي 5 الى حد دي 14 تمام؟ يعني الحد خلينا نقول الاوفيليشن، حد الاوفيليشن. شنو كان يصير قبل الاوفيليشن؟ منو يصعد عندي يا هرمون بالدرجه الاساس؟ راح يصعد عندي الاستروجين. مين يجي الاستروجين؟ يجي من الفوليكل اثناء ما هي تنمو. منو خلي الفوليكل تنمو؟ اف اس اتش. الاستروجين راح يجي يشتغل، راح يجي يلقى اليوترس اللي طاير تقريبا ثلثين من عنده. اوكي؟ باقي بس البيزل لاير وجزء صغير من الفانكشنال لاير. الاستروجين هو شنو؟ هو مايتوتيك ايجنت، راح يجي يخلي الخلايا تكبر. فايش راح يسوي؟ كل ما يزداد الاستروجين كل ما الثيكنس مثل ما تشوفون الثيكنس مالت الاندوميتريوم راح تزداد. اليوتراني جلاند هذني المؤشر عليهم هسه بالماوس راح يزداد العدد مالتهم. البلد فيزل تبلش تدخل من البيزل لاير وتفوت اما للفانكشنال لاير. الى حد ما صار الاوفيليشن. بالاوفيليشن تقريبا من يوم 14 الى حد يوم 28 راح يصير من عندي كوربس لوتيوم. الكوربس لوتيوم ايش يعطيني؟ يعطيني بروجسترون والاستروجين. بس البروجسترون راح يفرط عن الاستروجين كانما شوفوا كانما الاستروجين يصنع والبروجسترون يشغل. يعني الاستروجين builds something build it بس البروجسترون يجي يخليه functioning. يعني الاستروجين جاب لي جلاند، جاب لي الجلاند، البروجسترون يخليها تشتغل وهكذا. الاندوميتريوم thickness راح يزداد اكثر، الجلاند تصير تورتشوس اكثر، فانكشنال الفانكشن مالتها تصير اكثر، والسبايرال سبايرال ارتريز هذن اللي تشوفون الحلزونيات يكونون هم يزداد عددهم. اللي صار كالاتي، الفوليكل بهذا الفيز من دا تكبر الفوليكل دا يقول لك انا دا اكبر احتمال دا يصير اوفيليشن، اذا انا بطريقي اهيئ منو الاندوميتريوم لاستقبال الفوليكل الاوفم اذا صار بيها تبويض. وراء التبويض اجى البروجسترون يقول لك انا هي احتمال يصير حمل فيصير تثبيت هنا، فاذا صار تثبيت هنا شنو احتاج؟ احتاج نيوترينت وهكذا، فاحتاج جلاند، جلايكوبروتين، احتاج بلاد سبلاي. فهاي الفكره. الى حد ما وصلنا يوم 28 ماكو حمل، ايش راح يصير؟ راح يصير كالاتي، اللي هو المنسترول الفيز اللي ياخذ اول ثلاث او خمس ايام. اللي دي يصير كالاتي، احنا اتفقنا الكوربس لوتيوم اذا ما كان اكو حمل او ايش راح يصير؟ والاتروفايز، لذلك بعد اتسي جي ماكو، لانه اصلا لانه اساسا اتسي جي ما اجى حتى يسوي له مينتننس، ما صار عندي فيتلايزيشن وتروفوبلاست انستيشيو تروفوبلاست. من الكوربس لوتيوم اتروفايز الاستروجين والبروجسترون راح يقل الليفل مالتهم. اوكي؟ اذا الثيكنس مال الاندوميتريوم ايش راح يصير بيها؟ راح تقل. ركز علي هذا الاندوميتريوم، هذا اوفيريان ارتري مطي لي برانشز ومسوي لي، ركز لي على ذن السبايرال ارتريز. اوكي؟ هذا الاندوميتريوم ماخذ سبايرال ارتريز. عفوا. اذا صار اذا وقفنا الاستروجين والبروجسترون اللي هو مسؤول عن هاي الثيكنس، يا ترى الثيكنس تقل او تزيد؟ طبعا راح تقل. زين لما قلت الثيكنس شي يصير مع هاي السبرنجات؟ راح تنضغط اكثر لو تنفتح اكثر، راح تنضغط. اوكي؟ They will collapse more، مثل سبرنج نابض وضاغطه اكثر. فايش راح يصير بالبلاد فلو within them؟ راح ينسد. من سد البلاد فلو ايش راح يصير؟ اسكيميا. من صار اسكيميا لما يوصل هالبلاد اسكيميك نكروسز، وهذا كل الاندوميتريوم على الاقل ثلثين من عنده راح يطلع ويا البلاد بما يسمى بالمنسس. وضحت الصوره؟ ماكو كوربس لوتيوم، ماكو استروجين وبروجسترون اللي كان مسؤول عن الثيكنس مال هاي اللاير. السبايرال اتريولز او الارتريز راح كولابس، من كولابس البلاد فلو وذين ذم ويل بي كومبرومايز، ما راح يمشي براحته، راح يصير اسكيميا تو دي تو ذيس لاير، وان ذيس لاير ويل بي نكروسز اند سلافت،
راح تطلع ويا البلاد. هذا المنسول فيز. شنو الهرمونز اللي هذا كملنا راح نشال الهرمون فانكشن مات الاوفري الاستيرويدوجينيسيس. الهرمونات الرئيسيه اللي ينتجها هي الاستروجين السورس مالت مين يجي بالدرجه الاولى من جرانيلوز السيل مالت الجراند فوليكل. طبعا ايش دي يصير؟ مثل ما اتفقنا الجوناد ترافيرنسنج هرمون يجي بلستايل جعل بتويتري بتويتري طت ال اتش وطت اف اس اتش. شوف اللي يصير ال اتش لوتينازنج هذا مطلوب الدايجرام بابا احتمال يجيب ام سي كيو. اللوتينازنج هرمون ولو تاخذه بالباي كيمستري بس احتياط اللوتينازنج هرمون راح يسوي ستيميليت ثيك سيلز تو تشينج كوليسترول انتو اندروستين دايون عن طريق انزيم يسميه ديزموليز. اوكي ال اتش حول الكوليسترول الى اندروستين دايون عن طريق انزيم ديزموليز. اندروستين دايون راح يعبر للنيبرنج منو الجرانيولوزا سيل وراح يتحول الى استروجين عن طريق انزيم نسميه اروماتيز. والاستروجين راح يطلع بالبلاد ويروح للسيركيليشن. فعندنا الاف اس اتش يشتغل على الجرانيولوزا سيل يحفز الاروماتيز والال اتش يشتغل على الثيكا سيل وتن الدزمونيز. المصدر الثاني مالته طبعا الكوربس لوتيوم والبلاسنتا والادرينال كورتكس كميات بسيطه. البيك الموجوده بيه بالاستروجين اذا تلاحظون راح نلقى تو بيكس مثل ما اتفقنا، هاي البيك الاولى وهذا البيك الثانيه. طبعا البيك الثانيه يصير اقل. البيك الاولى يصير بالفوليكولر فيز تقريبا قبل الاوفيليشن مثل ما اتفقنا حتى هي المسؤوله عن الاساج. تمام وهذا البيك الثانيه. شنو وظائف الاستروجين؟ growth and maturation of the primary and secondary sex organs, increase the motility of the fallopian tube. هذا كله عليكم صراحه تعدادكم مو نقعد نعددهم يعني من رخصتكم يعني بصراحه، بس هاي نقطه حلوه شويه احتاج تنتبه عليها لانه هو ستيرويد. تعرفون كل ستيرويد هرمون طبيعتهم تسوي مينيرالو كورتيكويد اكتيفيتي عندهم. شنو مينيرالو كورتيكويد اكتيفيتي؟ يعني يسوي الصوديوم اند ووتر ريتنشن، يحبس المي والصوديوم، هذا اهم شيء. الهرمون الثاني هو البروجسترون، منين يجي حال الاستروجين كوربس لوتيوم من البلاسنتا من الادرينال كورتكس. البيك مالته البيك عنده بيك واحده اللي تصير هي بالميد لوتيال فيز، ميد لوتيال فيز يعني بعد الافيليشن. وهذا واحد من الاسباب اللي اذا اردت اسالك سؤال بالله اللي رجح هذا الدايجرام ركزوا لي على هذا شباب، هذا الاوفيريان سايكل وهذا اليوتيران سايكل. تمام وهذا الدي 14 الاوفيليشن هنا صار تشوفون ال اتش شلون صاعد والاف اس اتش شلون صاعد. وبالفيز الاول اف اس اتش كان اعلى، الفيز الثاني هم صعد شوي الاف اس اتش. هنا شوف الاستروجين شلون صعد قبل الاوفيليشن وراها هم صعد بس مو مثل البروجسترون. هسه اذا اسال سؤال يعني واريدك تقول لي اعطيني اكو فد فيميل او كابلز عند يعني يشكون من الانفيرتيلتي صار لهم كم سنه ما يخلفون، فانت من مصلحتك تعرف الدي اوف اوفيليشن عند الفيميل ايش وقت حتى يعني تعرف انه تشانس اوف جيتنج بريجننت ازداد. فشلون راح تعرف الدي اوف اوفيليشن؟ من يقدر يقول لي اعتمادا على ذني؟ لا تنامون يا ويل. اشوف ايش وقت يعني تبدي المنسز وارجع 14 يوم. حلو هذا خوش سؤال، يعني انت تقول منها بلشت من دي زيرو ارجع 14 يوم باعتباره ثابت انت بلشت منها. حماد انتبه وياي، انت بلشت من دي زيرو خوش. فش قلنا احنا قلنا 14 يوم الفيز الثاني، فراح نرجع 14 يوم يعني راح اجيب هالشكل هذا اجي 14 يوم فراح اروح اوفيليشن. حلو هاي طريقه صحيحه. بعد دكتور نقدر نسوي تحليل دم لايام متعدده فنشوف ايش وقت تصعد ال اتش والاف اس اتش عاشت ايدك. عاشت ايدك هذا اثنين اقدر اسوي تحليل بالدم واشوف ايش وقت لقيت. مثلا يوم لقيت ال اتش هلقيت 50 نانوغرام مثلا، ثاني يوم 60 نانوغرام، ثالث يوم لقيت 200 نانوغرام، معناته عندي سيج لو ما عندي سيج عندي ال اتش سيج. فهذه هم اثنين. بعد
دكتور ممكن بال يعني مثلا احنا ندري 7 days before the next menses يعني بالميد لوتيال فيز نقيس البروجسترون، اذا عالي فمعناتها هاي عندها كوربس لوتيوم، فاذا عندها كوربس لوتيوم معناتها صاير اوفيليشن قبله، فحتى نعرف انه صار عندها اوفيليشن لو لا. تقول انا جعل هذا البيك، اذا لقيت البروجسترون صاعد معناتها صار عندها الاوفيليشن، وتبتد على فكرة الأوفر تبقى 24 ساعة بايبل، يعني بيها مجال ثاني يوم إذا قفل. فالقصد إنه بس شافت صعد البروجسترون إيه راح يصير إنه معناته صار أفيليشن. بعد أقدر آخذ ما أقدر آخذ فد بايوبسي للإندوماتيريوم، لا تخاف من الإندوماتيريوم بعد هي مو بريجننت، شكو عليها، آخذ بايوبسي وأشوف بيا ستيج من دني هسه أني، هل أني بالسكريتري فيز بالبروليفراتيف فيز لو بالسكريتري لو وهكذا، فراح اعرف اكو اوفيليشن وما صار. بعد اكو اي اكو البروجسترون، اذا قلت لك البروجسترون يزود الحراره قد نص درجه تقريبا، فايش راح يصير؟ ات ذا تايم اوف اوفيليشن البروجسترون راح يخلي البادي تمبرشر خاصه الصبح صاعده في نص درجه، فاذا هي كل يوميه تخلي الحراره بحلقها وتقيس حرارتها تلقاها كم معدل 36.6 من تقعد الصبح، إذا لقيت 37.1 معناته نص درجة صاعدة هاليوم، معناته اكو بروجسترون لو ماكو؟ اكو، معناته صار افليشن، احتمال شو صار افليشن؟ هذا نسميه بيزل بادي تمبرشر شارت، بيزل بادي تمبرشر شارت. زين، ليش ما تصعد لي فوق وتسوي سونار وشوف الاوفر هل هي رابتشر لو لا؟ نشوف هذا، هذا شكلها عن هذا يختلف. هسه السونار اما ابدومينال او ترانس فاجينال، عن طريق الفاجينا وعن طريق الابدومينال وول، هاي طريقه لوخ وهكذا. زين يعني عشت ليكم، عشت ليكم والله. ما عاد نمشي ان شاء الله، بس النص الثاني مالت المحاضره تدود نرتاح لهم نكمل بابا. كيفك دكتور؟ انت براحتكم، انا ما عندي مشكله. صار ثلاث اربع ساعات. كمل دكتور، كمل. كمل كمل كمل. يلا يا الله. شنو التغيرات اللي تصير بالحمل؟ عندنا تغيرات حتى يصير adaptation، عندي تغيرات تشريحية وفسلجية. أنا بدي أحكي على الفسلجية بالدرجة الأساس. مثل الدم، إيش راح يصير بالدم؟ بالهيماتولوجيكال changes. أولاً راح يشوف البلازما فوليوم يزداد تقريباً 1.25 لتر. ليش ده يزداد؟ تعرف صار عنده يوترس، ويوترس هذا مور بلاد فيزل. زين هاي مور بلاد فيزل شنو يمليها؟ لازم fluid the plasma volume expanded to fill the growing uterus. The RBC mass, شنو RBC mass؟ يعني إذا لازمت البلاد ونشفت تبقيت بس الـ RBC واخذت البلازما، هذا نسميه الـ RBC mass. هذا يزداد. ليش دي يزداد؟ لأنه تعرف الفيتس هذا صار ديماند يحتاج أكسجين أكثر، فنزود الـ RBC mass. بس هاي زين، هذا زاد البلازما فوليوم والار بي سي هم زادت، بس المشكله وين؟ اكو ديسكريبنسي، يعني زياده البلازما اكثر بثلاث مرات من زياده الار بي سي ماس. فبالنتيجه شو يصير عندي؟ تخفيف للار بي سي لو تركيز، تخفيف راح يسوي ما يسمى بالديلوشنال انيميا، يعني فقر دم تخفيفي، لانه زادت البلازما ثلاث مرات اكثر من الار بي سي، فراح يوصل هيموجلوبين ينزل الى حد 10 درجات. فعشر درجات بالحمل تقدر تعتبره نورمال. الانيميا بالحمل يختلف تعريفها، اذا نزل جوا العشرة نقول انيميا. هي نفسها قبل ما تتزوج وتحمل، اذا لقيناها جوا 12 نقول هاي انيميك. هسه شنو الاختلاف؟ لا الاختلاف صار عندي ديلوشنال انيميا. تمام؟ فخلي هذا رقم ببالك عافيه. 10 مو الا معناتها انيميك، معناتها فسلجيا نازل الهيموجلوبين. الوايت بي سي كاونت راح يصير بزياده. يعبر ليوصل ل 12000. وقد يوصل حتى ل 16000. يا بي اوكي احنا نعرف انه مثلا يجيني تقرير يقول بالسي بي سي الوايت بلاد كاونت 10000، شو هاي 12000 معناتها عندها انفكشن؟ لا مو دائما. شلون اعرف؟ على الاقل شوف عندها فيفر لو ما عندها فيفر، عندها سانس اوف انفكشن لو ما عندها. بس دا اوصل لك الى فكره ان الوايت بي سي قد يوصل عدده حتى 16000. بس كمعدل راح نقول له 12000 يزداد. طبعا هذا بالدي سي لتر مو مللتر. الصفائح شو يصير بها؟ راح يقل عددهم بس بنسبه بسيطه بدون ما ياثر على نزف ما نزف طبعا. البروتينات راح تزداد لانه تصنيع البروتين بالبريجنسي يزداد. بس لانه يصير هيمودلوشن تخفيف بالبلاد، تركيز البروتين التوتال، يعني لو اخذ عينه الدم
واشوف ايش قد بيها التوتال بروتين، راح يقل القام من 7 نازل الى 6. هاي مو خسره بروتين، هو جسمها دا يصنع بروتين بس دا يتخفف. عوامل التخثر هنا انتبه على دول الثلاث الاخيره، عوامل التخثر الكوجنيشن فاكتور مو كلهم، جزء من عندهم يزداد، هذا واحده. البلازما فابرينوجين يزداد، وانتبه كوجنيشن فاكتور زاد يسوي كوجنيشن، فابرينوجين بالنهايه يتحول الى فايبرين هم زاد، والانتثرومبين اللي هو اللي يسوي ليميتيشن للفايبروسيس قل. نشوف الكفتين ميزان ايش تروح، وين بدها تكون مرجحه للعفو للكلوت فورميشن لو الهيموريج؟ كلوت فورميشن. عاشت ليكم. لذلك هذا بيخلي البريجننسي هي بحد ذاتها بس مجرد كونها حامل هو ريسك للدي في تي وغيرها، لان نسميه هايبر كواجيلابل ستيت. فهي الحمل بحد ذاته حاله حال التدخين، حاله حال اوبستي من ناحيه الريسك اوف ثرومبوسيس. اوكي؟ نتيجه دول الثلاثه تغيرات ثلاثه بدها تصير. ريسبيرتوري تشينج ايش يصير؟ البروجسترون مثل ما هو ثيرموجينيك قلنا قبل شويه، عنده امكانيه يروح على مراكز التنفس ويحفزها. يعني على الدورسال عفوا الانسبيرتوري سنتر يروح. اذا شو يسوي؟ يخلي السنسيفيتي مالت الكربون دايوكسيد اكثر. يعني شنو؟ حتى مستويات قليله من كربون دايوكسيد تقدر تحفزه وتخليه يشتغل. خاصة الكيمو سنسيتيف اريا الموجودة بالبرين. الفكرة وين؟ راح يكون لما يزداد السنسيتيفيتي مالت الريسبيرتوري سنتر الكربون دايوكسيد نتيجة تأثير البروجسترون، راح يخلي الحامل تتنفس بتايدل فوليوم أكثر. فهذا نسميه هايبر فنتيليشن. الهايبر فنتيليشن ايش راح يسوي؟ راح يطلع لك مور كربون دايوكسيد يتخلص من عنده ويجيب لك مور أكسجين. اي اوكي جبنا مور اكسجين افتهمنا، ما عندنا مشكله لانه الطفل يحتاج اكسجين. ليش تخلصت من الكربون دايوكسيد؟ ايش دي يصير؟ لما تخلصت من الكربون دايوكسيد، خلينا نتخيل البلاسنتا على جهه اليمين اكو فيتس او فيتال سيركيوليشن، على جهه اليسار اكو ماتيرنال سيركيوليشن. تعرفين الفيتس هو صح ميتابوليك اكتيفيتي مالته قليله بات يت هي از ليفينج او شي از ليفينج. فبدها تاخذ اكسجين بدها تعطي كربون دايوكسيد. بس بدك تعطي كربون دايوكسيد تراكيز بسيطه. هل من مصلحتي وانا اعرف انه الغازات تنتقل من مكان الى اخر عن طريق الديفيوجن، والديفيوجن يعتمد على شنو؟ على بريشر جريدينت او كونستريشن جريدينت. فاذا لازم شو اسوي بالكربون دايوكسيد مالت المادر؟ اخليه ازوده لو اقلله؟ اقلله. ما راح يقل الكربون دايوكسيد نتيجه الهايبر فنتيليشن، راح يعبر بسهوله كربون دايوكسيد من الجنين للام. هذا واحد. شرحناها. الكربون دايوكسيد اذا اقل تعرفون البلازما بايكربونيت كونستريشن راح يقل، راح يصير عند البي اتش تختلف، البي اتش صارت قاعديه، صعدت البي اتش هنا، سوالي شنو؟ ريسبيرتوري الكلوسز. اريد واحد سبع يقول لي ليش ريسبيرتوري الكلوسز؟ هل هي زينه للفيتس لو مو زينه؟ ما بتعرف سؤال بابا؟ ها شباب دكتور الالكالوسيس والاسيدوسيس لها علاقه بالبوتاسيوم، يعني اذا كان عندنا اسيدوسيس يصير يعني البوتاسيوم يروح للخلايا. يعني شوف اللعبه وين حمودي، ما انتبه اللعبه وين. تتذكرون اوكسجين هيموجلوبين ديسوشيشن كيرف ما اخذته بالباثولوجي المفروض بالثالث؟ دكتور انت اعطيتنا اياه. اي اوكي بس بالباثولوجي ما اخذي. مو اشكال زين يا بعوفك بالاكسجين. اذا عندك هيموجلوبين مولكيول تفتر، هيموجلوبين مولكيول تفتر بالجسم وشالت لها 4 اكسجين مولكيولز. حلو. واحده من اهم العوامل اللي يخلي الهيموجلوبين يعطيك الاكسجين شنو؟ البي اتش. عافيه. اذا لقى الاتموسفير العام بالام بالدم مالت الام هو الكيلوتيك، راح يهد الاكسجين بسهوله لو يلزم بي. يلزم بي. زين ظل يختار، راح للكلى قال له ما اعطيك اكسجين انت كيلوتك. طبعا هو مو هالمأساوي يعني بس دا اوصل الفكره. راح للهارت قال لك ما اعطيك الا على قد تحتاجه.
بس وصل للبلاسنتا، منو راح يلقى على الاذر سايد اوف ذا بلاسنتا تتوقع؟ واحد شرح جدا، فدي راح يلقى في هيموغلوبين شرح جدا للاكسجين، الفيتال هيموغلوبين. عافيه، من راح يوصل من الفيتال هيموغلوبين ايش راح يصير؟ الفيتال هيموغلوبين ويل تيك ذا اكسجين غصبا ما على الهيموغلوبين الماتيرنال. هاي الفكره، عرفتوا؟ فصار الدليفري اوف اكسجين اكثر، ضمننا يوصل اكسجين اكثر للفيتس. هاي الفكره يا شباب. نكمل الاكسجين كونسبشن يزداد، تستهلك اكسجين اكثر طبعا لان ميتابوليك نيد مالتها ومالت الفيتس دي يصير، والشورتنس اوف بريث خاصه بالاشهر الاخيره من الحمل، لانه تعرفون اليوترس يضغط على الدايفرام والدايفرام يصعد دي فوق فيقلل الحيز المتاح للرئتين. التغيرات اللي تصير بالقلب خلينا ننتبه عليها يا شباب، شوية حلوة هذه، يعني هو أساسا كل حلواتنا اللي دي يصير كالآتي: النبض يزداد، الهارت ريت يزداد، والستروك فوليوم يزداد. زي إذا زودت الهارت ريت والستروك فوليوم شو يصير؟ كارديك أوتبوت راح يزداد، تمام؟ لما زودت الكارديك أوتبوت تعرف حتى لأنه فيتس أكو موجود فيحتاج مور بلاد يروح. البيريفيرال فاسكولار ريزيستنس شو يصير بها؟ راح تقل. ليش؟ لأن البروجسترون بالدرجة الأساس هو الدايلي، هو سموث مصر الاكسنت، فيروح علي من على العضلات المحيطه بالاتريولز يسوي لها دايليشن. من زودت الدايميتر مالت الاتريولز سويت اتريال دايليشن، الريزيستنس تقل. حلو؟ فشي يصير بالبريشر؟ مين اتريال بريشر يقل، خاصه بالشهر الثاني، الفصل الثاني من الحمل. واللي راح يصير كالاتي: لما صار عندي اتريال دايليشن، تتذكرون اذا تتذكرون البلاد بريشر يعتمد السيستوليك يعتمد على الكارديك اوتبوت بالدرجه الاولى، والدايستوليك على من يعتمد على البيريفيرال فاسكولار ريزيستنس. زين انت لما زودت الكارديك اوتبوت ايش دي يصير بالسيستوليك؟ يصعد، لو ينزل دي يصعد. وانت من قللت الريزيستنس ايش دي يصير بالدايستوليك؟ يصعد، لو ينزل راح ينزل. اذا الفرق بين السيستوليك والدايستوليك زاد لو قل زاد. هو شنو الفرق بين السيستوليك والدايستوليك؟ نسميه بلس بريشر. لذلك مرات تسمع بالميديسن واحد من causes of wide pulse pressure هو pregnancy أو الhyperthyroidism اللي نسميه شنو؟ هاي الحالة اللي نسوي لك هيك بلس قوي نسميها hyperdynamic circulation. وصلت؟ كذلك شو راح يصير؟ كذلك راح انه البروجسترون حفز يوسع لي حتى الفينز، تمام؟ لذلك شوف يصير الدوالي ما دوالي. ليش؟ لان حتى تستوعب هاي الزياده بالكاريك اوتبوت راح يصير له فنتركيولا هايبرتروفي، تضخم بالجانب الايسر من القلب، فيشوف الهات اللاجمنت يزداد. وهذا الفنتركيولا هايبرتروفي راح يسوي ليفت اكسس ديفيشن بالاي سي جي، فبالاي سي جي عادي جدا انه تلقى ليفت اكسس ديفيشن نتيجه هذا ال في اتش. شنو السوباين هايبوتنشن سيندروم؟ انه المراه من تنام على ظهرها راح تفقد الوعي او ضغطها ينزل. ليش؟ اذا كانت هذا كروس سكشن، كروس ابدومين اوف جرافيد يوترس، اذا بدي اشوف هنا اليوترس اذا كانت لاينج فلات يصير ضغط على الانفيريور فينا كافا وعلى يورتا. هسه يورتا يمشي اموراته ما عندنا مشكله لانه هاي الالاستيك هو، بس الانفيريور فينا كافا لما نضغط عليه تعرفين البين، تعرفون الفينس ريتين تو ذا هارت راح يقل، فالكادا كاتبوت يقل لانه الاند دايستوليك فوليوم يقل. من قل الكادا كاتبوت سيبل بيرفيوجن يقل، الدم اللي راح للبرين يقل، فتفقد وعيها وتتخربط. فلذلك نوصيهم ينامون على جهه شنو؟ على جهه اليسار، تخلي كم مخدة على جهة اليمنى حتى تزيح الجرافيد يوترس عن الفيري فينا كافا. شنو التغيرات اللي تصير باليورينري سيستم؟ واحدة من أهم التغيرات أنه جي اف ار لازم يزداد، لازم يزداد الجلوميريولا فلتريشن ريت. ليش؟ لأنه عندها فضلاتها وفضلات الفيتس، فشلون نزود هذا الشيء؟ رينال بلاد فلو تو ذا كدني يزداد، على أثرها جي اف ار راح يزداد. الريسك اوف انفكشن راح تزداد لسببين: اولا الهادرو يوريتر مثل تشوفون ذس از ذا ليفت، الرايت وان بالنسبه لكم هو الدايليتد يوريتر، وهذا النورمال يوريتر. اولا مره لخ البروجسترون هم راح يجي يسوي سموث مصل ريلاكسيشن لليوريتريك مصل فيسوي دايليشن، هاي واحد. والمشكله الثانيه انه اكو استرجاع دي يصير بالادرار من البلادر تو ذا يوريتر، هذا يزداد بالحمل لانه ضغط اليوترس على البلادر يخلي الريفلكس يزداد. ف
فهذا هذا العامل يعني التوسع هذا اللي يصير والخمول الستيسز مالت اليورين ما يمشي براحته والاسترجاع اللي يصير اللي هو الفيزايكو يعني من البلادر يوريتريك ريفلكس اذا الاثنين يسوون ريسك مالت اليو تي اي عالي جدا بالبريجنسي يعني ما اتوقع تلقى بريجننت ما صار عندها يو تي اي عندك راند تشينجز اللي يصير بيتويتري الانتيرير بيتويتري جلاند راح يزداد حجمها ونشاطها كذلك يزداد الحجم يزداد تقريبا 3 أضعاف لذلك هذا بحد ذاته راح يخليها يخلي الخطوره مع شيهان سيندروم عاليه جدا عند الحوامل يعني المراه اذا صار عندها باي ذا واي شنو شيهان سيندروم سامعين بيه بابا لا دكتور ما سامعين بيه اوكي البيتويتري جلاند تعرفون هي فيري امبورتنت جلاند تو يو المشكله اذا صار اسكيميا وبلاد فلو ما راح لها ات ويل جيت اتروفايد اند دايز فإذا توفت وراحت البيتويتري خاصة الانتيرير فتخيل كم هرمون بالجسم راح يروح اللي يصير كالآتي حامل وصار نزف ما سيطر على النزف مالته بلاد برشر مالته نزل لأنه عندك البيتويتري زايد حجمها أكثر من الطبيعي أكثر 3 مرات يعني احتياجها عن قبل الحمل زاد أكثر بثلاث مرات بالشفة الثانية عندنا قلة بالبلاد إذا دي يوصل البلاد البيتويتري لو ما دي يوصل لا ما دي يوصل راح يصير بيها نكروسس فتتحول الى شيهان سيندروم ومسكينه ورا كم يوم تجي حتى حليب بصدرها ماكو لانه ماكو حتى برولاكتين ما تلقى اوكي من غير التجاعيد اللي راح تصير من غير كذا كل الهرمونات بعد انضربت وتبقى طول عمرها المسكينه على الهرمون ريبليسمنت ثيرابي هذا شيهان سيندروم الاف اس اتش ولا الله اتش يقل ابسط شيء حتى ما يصير بعد بالحمل لذلك ما تشوف بعد بالحمل منسز ماكو تتوقف الACTH adrenocorticotropic هرمون يزداد هذا يروح يشتغل خاصة يزود الكورتيزول يزود المينرال كورتيكويد الميلانوسايت ستيميليتنج هرمون هذا يروح يشتغل الميلانوسايت يعطي صبغة مالت السكن يزداد لذلك شوف هاي التصبغات اللي تصير بالحامل مثل الميلازما كلوازما البوستيريك بتويتر راح تطلع اوكسيتوسين اوكسيتوسين بشغلتين اذا هو المسؤول عن تقلص الرحم اثناء الولادة واثناء الحمل اوكسيتوسين يعني هو ده يحاول يسوي تقلص العفو مو هو يسوي تقلص بس اكو هرمون ثاني انا توهمت شويه اسمه الريلاكسين يضده ما يخليه يشتغل يعني هو موجود بالمنتصف الثاني من الحمل بابا بس ليش ما يخلي الرحم يشتغل اللي يتقلص لانه اكون ما يسمى بالريلاكسين يمنعه قبل الولاده يتوقف الريلاكسين في الاوكسيتوسين يصير بعد يعني لوس ادرينال جلاند شو يصير بيها السايز والاكتيفيتي يزداد الكورتيزول التوتال بابا يزداد توتال كورتيزول من زاد الكورتيزول مشكلة الكورتيزول الأداء التقليدي بين الكورتيزول والإنسولين هو واحد يشتغل عكس الله أو المسكين على الأقل الإنسولين ما بيدحيله بس الكورتيزول من يصعد كاونتراكتنت للإنسولين لذلك يشوف يكون دايبتوجينيك إفكت الشانس مالت الراندم بلا شوغر يصعد وتلقى السكر موجود بالإدرار بول الحامل لذلك احنا دائما اذا لقينا السكر باليورين يعني جليكوز يوريا او جلايكوز يوريا هو مو دايجنوستيك انه هذه دايبتك لا مو شر اوكي من وراء هالمشكله الالدوستيرون يزداد ليش نبص شيء الاي سي تي اس صعد من صعد الالدوستيرون ايش راح يسوي الصوديوم اند ووتر ريتينشن صار عندك الصوديوم ووتر ريتينشن مين دي يجي استروجين 1 بروجسترون 2 الدوستيرون 3 دول اللي يزدادوا دي سو ووتر صوديوم اند ووتر ريتينشن حتى البلازما فوليوم يزداد ليه صعد البلازما فوليوم حتى كادك اوتبوت يزداد هاي الفكره الثايرويد اللي راح يصير بها كالاتي السايز مالتها يكبر وحتى الاكتيفيتي شويه لذلك تلقى عند الحوامل قد تلقى جويتر فيزيولوجيكال جويتر نسميه بس كقاعده بابا كل جويتر تحسه بايدك بالفحص وتشوفه بعينك هذا باثولوجيكال لحد ما تثبت عكس هذا تمام بس قصدي يصير تضخم بسيط بالدرقية الثايرويد بايندينج جلوبينين يزداد ليش انه حال اي بروتين احنا قلنا تصنيع البروتين بالليبر يزداد ليش انه استروجين ديوسز ذا ليبر تو برودوسز مور ثايرويد بايندينج جلوبينينز اوكي شو تاثر معلومه يا شباب كل هرمون حتى يشتغل موست اوف ذم الهرمونات او كل واحد بي بايولوجيكال اكتيفيتي يجي بطريقتين اما فري اللي هو يشتغل او باوند مكتف هذا الباوند وين؟ باوند موستلي على بروتين فالبروتين هم يسوي ليميتيشن للاكتيفيتي يعني انا عندي هرمون
بالثيروكسين. جزء كبير من عنده رابطه بروتين بيخليه يشتغل، والجزء الباقي من عنده هذا الفري هو ذاك اللي يشتغل. هذا اولا يقلل الحركه مال الفري هرمون، اذا زادت الاكتيفيتي مالته يجي يربطه ينزله، اذا قلت الاكتيفيتي مالته هو يتبرع وينطي للجسم فيزداد الفري حتى يشتغل. فهي القاعده مال البانيك بروتين. سؤال، مره عندها هايبوثايرويدزم وطيناها ثايروكسين نعطيها وصارت حامل مرة بالشهر السادس، تتوقع راح تحتاج ثايروكسين نفس احتياجها 100 مايكروغرام لو نقلل نسوي 75 لو نزود نسوي 125 مثلا؟ نقلله نفس احتياجها، تقللون الاحتياج بابا؟ نفس الاحتياج اتصور. اوكي زين، اذا قلت لكم زودت الثايرويد بايندينج جلوبين، هسه الثايروكسين اللي اخذته راح يروح وين جزء من عنده؟ يعني زودت السيارات اللي يركب بيها، شوف هاي سيارة تي بي جي وسيارة يركب بيها ثيروكسين، بس إذا ركب بعد خلاص ما ينزل يعني ما يشتغل. فإذا زودت التي بي جي ثيروكسين اللي أخذته بالحباية جزء كبير من عنده وين يروح؟ هلستيتوس. لا 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 راح يلزم هذا التي بي جي وياي ولا مو وياي؟ لا لا شباب شوفوا الباندنج بروتين، مو هو الباندنج كل باندنج بروتين اخذوها هاي المعلومه شويه بسيطه بس تفيدك. الباندنج بروتين مو بس يربط الحاجه ويروح، ماكو شيء الباندنج. خلينا نحكي على شغله بسيطه يا شباب. هسه انت هذا مثال دائما يمكن انا محاشيكم اياه والله ما اتذكر، بس خلينا نقول فد وحده يا بنت مع احترامي للبنات بابا والله مو يمكم، هذا مثال هيك برا انا احكي اللي نشوفه بالطوارئ. واحده خطيبها بذاك اليوم دبدوب ما اجاها، شو هذا جتي وبانيك اتاك وقامت تتنفس هيك بعمق وكذا وخربط نفسها ورا شويه عكنشت ايديها ورجليها، نسميه كاربوبيدال سبازم، سامعين بي؟ يعني هي فاتت بهستيريكال اتاك، قامت تتنفس بعمق نفس عميق وسريع، ليش ايديها ورجليها شنجت؟ وانت كطبيب جبرك اياها للطوارئ وتعطيها ما اقولش تعطيها، ليش صار هيك شيء؟ من له خلق؟ البقيه روحوا ناموا ما عندنا مشكله، بس اللي واهز خليه يقول لي بابا. الين صار هايبر فنتيليشن وقلل السي او 2 وايد. سوات قلل السي او 2 بحال السي او 2 قل، اذا الكلوسس لو السيدوسس؟ الكلوسس. لما الالكلوسز جسمك هسه يحتاج يصححها لو ما يحتاج؟ اي يحتاج. شلون تصحح الالكلوسز؟ تعطي اتش للدم لو تاخذ منه اتش؟ تعطي اتش. من تتوقعون اكثر واحد يعطي اتش بالموضوع؟ الهيموغلوبين. عافيه الهيموغلوبين والبروتين ان جنرال. ليش هيموغلوبين؟ بروتين، صحيح لو لا؟ اي نعم دكتور. البروتين تخيلوا مثل واحد عنده ايدين اثنين، واحده بها اتش واحده بها او اتش، هو مو كاربوكسيل وامو امين. المشكله الفكره وين؟ امفوترك قد يعطي اتش قد ياخذ اتش، من اجى شاف الكلوسز ايش راح يسوي؟ راح يعطي اتش. زين بنعطي اتش بقى شحنه مو جبه، شنو الشحنه اللي بقت عليه؟ سالبه وياي. اي نعم دكتور. زين اذا اجى كالسيوم وشحنته موجبه واللي جاب بروتين شحنته سالبه، شو يسوي؟ يرتبط بي. اذا الكالسيوم قل كفاءته بالدم لو زادت؟ قل الفري منه بس التوتال بقى توتال ثابت. عافيه الفري قل، هو من اللي يشتغل الفري لو التوتال؟ الفري. اذا بهاي الحاله هايبوكالسيميا، هايبو قليل لو هايبر كالسيميا؟ هايبوكالسيميا. هايبوكالسيميا واحده من علاماته شنو؟ كاربوبيدوس يشمج ينشمر. وصلت؟ اي نعم دكتور. اذا شو تعالج انت اذا بالطوارئ؟ كالسيوم. اعطي كالسيوم. لا مو احنا اتفقنا التوتال ما بي شيء. اعطي اكسجين. ليش تعطي اكسجين؟ لا اخو رجع اعطي ثاني اكسيد الكربون. اعطي علاقه يتنفس بها.
ايه سمي باج ري بريثنج، تشيس ورقيه تنفس عن طريق تشيس، تتنفس ترجع الامور. وصلت؟ نعم دكتور. الفكره وين جبت لك هاي الفرق كلها؟ انه البايندنج بروتين شفته تسوي بالكالسيوم لو ما شفته تسوي؟ نعم دكتور. معناته البايندنج بروتين بشغلتين. اولا خزين لك في حاله احتاجيت في شيء، بدليل انه من صح صححنا هاي من الهستيريا، من صححنا الكربون دايوكسيد رجع الامور طبيعيه، معناته كنا ما اعطيناها كالسيوم. مين جبنا لها الكالسيوم؟ البايندنج بروتين اللي كان لازمه للكالسيوم هده. اذا كان يشتغل شنو؟ ستورج، كمنطقه خزن. عرفتوا؟ هاي واحده. والشغله الثانيه لسبب او لاخر واحد وصار عنده هايبر كالسيميا، واحده من اول ديفنس ميكانيزم منو راح يدخل بالموضوع؟ البايندنج بروتين. شاكو اكسس كالسيوم يحاول يلزمه حتى ما يخليه يسوي مشكله. اذا انتبهتوا دور البايندنج بروتين ايش قد مهم؟ نرجع لموضوعنا. هذه حمل، حمل صعد استروجين، استروجين راح على الكبد، صنع لي بايندنج بروتين تلزم الثايروكسين. وين ما تلقى ثايروكسين تلزمه. زين هي المره قبل ما تحبل كان تاخذ 100 مايكرو جرام. هسه حبلت بالسادس والسابع، نفس ال 100 نعطيها لو اكثر لو اقل، مره الاخ. اكثر. ليش؟ ليش اكثر؟ لانه البايندنج بروتين صار عندها اكثر. تاخذ من الثايروكسين جزء من عنده يروح لهم، فاللي يبقى متوفر من الجرعه يقل، فنعطيها احتياج اكثر، نعطيها الجرعه اكثر. وصلت؟ اي نعم دكتور. الكربوهيدرات هذا عليكم بصراحه تعبت، والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا جزيلا دكتور. على راسي باباتي. عاش ايدك دكتور. ايديكم العاشه ولدي، على راسي بابا. ماكو سؤال شباب؟ بناتكم ما حقدتوا علي، ترى هذا مثال مو يمكم والله. لا عاشي دكتور. لا بدي اخو العايشة باباتي. عامل شلونك؟ شلونك قفوت اسمك؟ الحمد لله بخير الله يخليك. ترمين على بابا باباتي؟ واصل ان شاء الله دكتور. ان شاء الله الله يسلمك. ماكو سؤال بابا؟ دكتور بس بالفوكال فيز هي من مسوى فيدباك للاف اس شو اسمه الانتيريور، بس انخفض الاف اس اتش. زين الاستروجين ليش يبقى عالي؟ قام لانه الفوليكل نفسها بعد وصلت مرحله ما تحتاج اف اس اتش. يعني هي كانت هي تمسكنت لما تمكنت بالضبط. شنو يعني؟ يعني هي بالبدايه كانت محتاجه اف اس اتش. يا دخيلك يا اف اس اتش تعال، ترى انا اريد اكبر، فاحنا 15 واحد قاعدين، انا بنصكم متمسكنت، اجى الاف اس اتش، انا عندي بجيبي ريسبترات للاف اس اتش اكثر منكم كلكم. اوكي؟ جيبي شيء يمثل شيء اسمه جرانيلوزا سيل. فاذا اجى الاف اس اتش راح يجي علي ويجي عليكم، بس من اللي راح ياخذ اف اس اتش اكثر؟ انا لو انتم؟ لا طبعا انا ريسبتراتي اكثر. اذا منو راح يتطور اكثر؟ الجرانيلوزا سيل مالتي. ايش راح يصير؟ راح يصير اناني. انا دا اكبر ودا انطي استروجين، كل ما انطي استروجين اف اس اتش يقل شويه شويه يوم بعد يوم. من دا يقل انا دا اكبر، لانه ريسبتراتي كلش كافي علي هذا الاف اس اتش، لحد ما وصلت مرحله ما احتاج الاف اس اتش. وصلت خلاص انا حفزني، قمت انا انمو مايتوسس ما احتاجه بعد. بس اللي صار شنو؟ انا كبرت، انطيت استروجين، سويت نيجاتيف فيدباك، توقف الاف اس اتش اللي انا بعد ما احتاجه، قطعت عنكم انتم ال 14 البقيه. فاول اوف يو ويل جيت باك، وانا الوحيد استمر، فانا صرت الدوميننت. عذرا هي الحياه هيك، لازم مقال اقوى. تمام زين دكتور. وال انه هو من يصير عندنا صوديوم ووتر روتيشن هنا ما يصير عندها يعني البرنسي ما يصير عندها هايبرتنشن لان هي عندها بروجسترون ويسوي عندها فازودايليشن؟ لا بالعكس، هي المفروض هي نورمال برنسي لازم هايبوتنسيف. يعني هي مثلا ضغطها قبل الحمل 12 كمعدل، 12 على 6 مثلا، تجيش 10 على 5، 10 على 6، هيك شيء ضغطها ينزل. فهو هذا مو سبب ضغط الحمل، لا لا. الحمل لازم الضغط، عفوا، لازم الضغط بالحمل يقل. ليش؟ هو الفكره وين؟ انه ليش انا بروجسترون سبحانه وتعالى خلق هاي المرحله خلى بروجسترون يصعد؟ ليش خلى البروجسترون هو الاكثر واحد يسوي سموث ماسل ريلاكسنت اكتيفيتي؟ شوف ايش يصير. صار التبويض، منو قال لك اكو بريجننسي؟
صارت بريجنسي، اوكي كبرت بيبي، راح يجي البروجسترون. البيبي هذا يحتاج بلاد، يروح للمشيمه للبلاسنتا. هل من مصلحتي اني كهات اضخ دم على ريزيستنس عاليه لو اقلل الريزيستنس؟ اقلل الريزيستنس. من راح يجي البروجسترون يفتح الاتريولز حتى البلاد يطلع من الهات براحته ويروح للبلاسنتا والامور طيبه. زين انت من زودتي ريزيستنس سويتي بالبريشر. الا زاد البريشر اذا زودت ريزيستنس. العفو اذا قللت ريزيستنس، اسف، اذا قللت ريزيستنس شو يصير؟ البريشر راح يقل. هذا بحد ذاته هم رحمه من رب العالمين، لانه قبل شوي احنا قلنا هي خطيه الميتابوليك نيد مالتها زاد. فانت شو تسوين؟ تقللين الميتابوليك اكتيفيتي مالت الهارت. القلب اللي راح يقل الضغط عنه ما يحتاج بعد، ما عنده افتر لود قوي، فيحتاج يضخ اقوى، فراح يستهلك طاقه اقل، اكسجين اقل وجلوكوز اقل. بهالحاله ايش راح يوفر الطاقه للحامل للسكليت المصل؟ وصلت الفكره؟ ايوه. بس يعني جينا الضغط صاعد، لا معناته اكو خلل بالموضوع. تمام دكتور، شكرا دكتور. موفقين ان شاء الله، دزكم اياها ان شاء الله النسخه وتدلنون. اشوفكم بخير بابا. تمام.